راه لم ينفذ وكنجيو الان وتبناه في القاعه حنا عاد عنجيو عاوتاني وعيطت تطرح لنا اشكال من عشروها كان وقتنا اللي عنده وكاله الحضريه اليوم الوكاله الحضريه صبحت في خبر كان ولينا امام العمران القرارات المجلس يجب ان تنفذها على ديك الشيء الرؤساء الاكثر والرؤساء ما يحضروش يعني الحق ما عارفينش يجرو من يديهم شكون هو رئيس الحسابات الان بناء على الهيكل التنظيمي كان عليه السيد الرئيس في الدوره يجب ان يحدد بعض الاتفاقيات التي لا تسمح لها تخدم الوجود لا ما عندهاش قيمه مضافه على الميزانيه الاتفاقيات اللي عندها قيمه مضافه هي اللي كترفع لنا في الميزانيه من 10 مليار ل 20 مليار اوكي ولكن الاتفاقيات كتجيبوها لنا وكتخليو اعطيناكم كان الهيكل التنظيمي خصكم تحيدوه بناء على المذكره الاخيره اللي هدنا وزاره الداخليه القرار الجبائي كان عليكم ان تدرجوا الناس في القرار الجبائي الاخطاء اللي فيه بغيتو نصرطوها لكم نصرطوها لكم السيد الرئيس بغيتو نصرطو لكم الاخطاء اللي كاينة في القرار الجبائي نشبوا هذه الاخطاء وطلبنا منكم ادراج القرار الجبائي ماشي اللي بغيتو نتوما ماشي النقاط اللي بغيتو نتوما تدوزوا لنا هنايا حنا ماشي بيرو دورو كدوزوا لنا القرار الجبائي دابا عطيتوني الوقت نبين لك نصرط لك مجموعه من الاخطاء فينومينال لا يقبلها العقل وخاصنا نعدوا القرار الجبائي النظام الداخلي خلق لنا اشكال وقلت قبيله وتا حتى هو ما جاوبني والله ما يقدر يجاوبني شي واحد حاضر جات وين الاعمال ديال الجليش اللي حضر فيه السيد باش عمل اللي قلت لكم جاوبونا قالوا لي انت خطا ونتعلم انت تعلم منكم